عارفة المشكلة فين يا حلا؟ إنه ممكن مثلاً تكون أنت حياتك على المسرح شوية. طبعاً حياتك على المسرح زيادة طول الوقت، يعني كانت طول الوقت يعني حياتي exposed وتحت الأضواء، فطبيعي أن أنت غصب عنك بتفضلي طول الوقت عندك الحتة دي. عارفة لو عايز أقولك اللي أنا مريت بيه ده، أعتقد 3/4 الستات مروا بيه. أنا بقابل بنات كتير بيقولوا لي إحنا كنا لابسين حجاب وقلعنا، بس احنا بنصارع في الحته دي وتزوجنا واتطلقنا وتزوجنا. هي خبر ده انا اعرف بقى اكتر مني بكتير. انا اتجوزت مره واحده وسنين طويله، وبعد كده لما اتطلقت بسنه ونص اتجوزت سنه ونص لان انا ست في الاخر. انا في تصريح ما ينفعش ست تفضل لوحدها. في تصريح في الحته دي بيضحكني جدا. يعني انت وقت ما اتطلقتي مثلا طلع زوجك السابق هو داعيه كمان؟ ابو اولادي ما كانش داعيه اساسا خالص والله. هو حتى هو كانش دايما موجود الشيخ يوسف في هم مسمينه كده عشان عنده شدان. لا انا ابو اولادي مش داعيه، ابو مش اولادي داعية. زينا على فكره. هو كان هو اسلم وبعد كده هو اتجوزنا احنا بقى، يعني اسلم قبلي انا بسنه، يعني قبل ما انا اعرفه اساسا، يعني فاهمه قصتي وقصته. هو كان اسلم تقريبا من قبل، بس انا اعرفه من انا عندي 14 سنه. كنتوا اصحاب؟ كنتوا اصدقاء؟ كنت بحبه جدا من وانا صغيره، يعني كان هو ده فاهمه، كان ده حب الحياه بالنسبه بجد؟ ايوه انا عارفه وانا صغيره، ويوسف بالنسبه لي كان هو يعني، وسبحان الله ربنا جمعنا وخلفت منه 4 أولاد حلوين. ايه الصراع مع النفس اللي حالة بتعدي بيه؟ اكبر صراع انا طول الوقت اكشلي في صراع، واعتقد ان الناس كتيره كده، بس انا خلي بالك صراعاتي كتيره قوي لان انا ولادي في كندا مش هنا، وجزء كبير من الصراع ده ان انا كنت نفسي ان هم دايما يبقوا معايا. طبعا بكلمهم كل حاجه، بس جوايا انا ببقى تعبانه جدا جدا، يعني قلبي بيتقطع يعني. ايوه طبعا. الصراع التاني ازاي تعملي البالانس بين حياتك ورغباتك وبين انك تبقي بترضي ربنا وبتحبيه في نفس الوقت، التوازن. الحته دي اكبر صراع، اكبر صراع جوايا. اكبر صراع انك واقدم واحد هو ده الديب عندي، لان بصي أنا جوايا شخص روحاني جدا خلاص، وبميل أكتر للحتة الروحانية مش الحتة الدنيوية. دي طبيعتي مش عارفة أغيرها، أنا كده من وأنا صغيرة جدا يعني. فأنا بالنسبة لي بحس إن أنا قربي من ربنا بسعادة كبيرة قوي في حياتي، فلما ببقى مش قريبة قوي من ربنا مش بالشكل بقى والحجاب وده طبعا ده جزء، لكن اللي جوايا أنا لا، من جوه ببقى طول الوقت عندي لخبطة فاهمة، مش واقفة كده على. طب استوعبتي مبدئيا فكرة انه القرب من ربنا مش لازم يبقى بالزي؟ طبعا استوعبتيها ولا طبعًا لسه رايحة جاية فيها او فيها حتة صراع صغيرة؟ لا استوعبتها، لان كان بقالي فترة دلوقتي الحمد لله سنة طريقة تفكيري في الحتة دي كلها اتغيرت، طريقة تفكيري نفسها وتغيرت بناء على تجارب طبعا يعني تجارب بتمري بيها وحاجات عانيتي كمان منها وتعبتي. فلما وقفت على رجلي حسيت ان احيانا الانسان بيبقى تو هارش على نفسه، يعني بتجلدي نفسك بزياده. اتعلمت ان انا مش لازم طول الوقت اجلد نفسي بزياده على كل حاجه بتحصل ليا او حواليا. اتعلمت ان كل حاجه بتاخد وقتها، فاللي انا حاساه هعمله، اللي انا مؤمنه بيه هعمله، ولو ربنا قدر لي في مع الطريق حاجه تانيه هشوفها، فمش لازم افضل طول الوقت في حته الصراع الداخلي بتاعها. جلد الذات، مش لازم افضل في جلد الذات. جلد الذات طول الوقت. بس هو ده يعني.